اهلا بحضراتكم مره تانية. في الحقيقه عندي بعض المحاور اللي عايز اتكلم فيها مع حضراتكم، لكن خلينا نبتدي بالحدث الاهم والابرز، وهو استعدادات النادي الاهلي لمباراه الغد امام طلائع الجيش، لانها مباراه بطوله. اي مباراه الاهلي بيبقى عايز يلعبها بيبقى عايز يكسب بيها يكسبها يعني، وبيبقى مركز جدا جدا، ما بالك بقى لما كمان تكون مباراه لقب. فمهم جدا التركيز عند لاعبي النادي الاهلي، معسكر شغال بالنسبه للفريق بدايه من يوم 16، استعدادات ماشيه بشكل ممتاز في الحقيقه بالنسبه لعناصر الفريق ككل، الجهاز الفني كمان، تواجد الكابتن محمود الخطيب يعني اطفى نوع من انواع الدوافع الاضافيه لفريق النادي الاهلي في هذه المباراه. زي ما حضراتكم شايفين لقطات لفرقه الاهلي في مقر اقامتهم في برج العرب قبل ساعات قليلة من انطلاق مباراة الغد أمام طلائع الجيش. المباراة دي صعبة؟ أه طبعا صعبة. أي حد يقول لك ماتش سهل، أصل طلائع الجيش مش عارف مين مشي من عنده، أصل طلائع الجيش فريق يعني برضو مش قوي وكلام من ده، لا استشهد على طول بإيه؟ استشهد بطلائع الجيش في نهائي كأس مصر قدام الأهلي، الأهلي كسبه بركلات الترجيح، استشهد بطلائع الجيش قدام النادي الأهلي في المباريات الأخيرة في بطولة الدوري السنة اللي فاتت أو الموسم اللي انتهى يعني من شهر تقريبا، كانت مباراة صعبة جدا جدا جدا، المباراة اللي خلصت بالتعادل ساعتها، استشهد بتواجد طلائع الجيش في السوبر المحلي، فبالتالي هو فريق تقيل. طيب هتقول لي مشي من عنده بعض العناصر، طب تعالى كده واحدة واحدة نتكلم، طلائع الجيش عملوا ايه في فترة الانتقالات الحالية قبل مباراة الأهلي غدا في السوبر؟ مين مشي من طلائع الجيش؟ مشي ناصر منسي، رجع الإعارة بتاعته خلصت، رجع بيراميدز، مشي عمرو جمال، اتنين من اللعيبه الكويسين جدا 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 رحلوا عن فريق طلائع الجيش، اعتقد كمان اعتقد يعني احمد سمير راح فيوتشر احد ابرز اللاعبين برضو في طلائع الجيش، لو معلومه اكيده ما اعرفش تم الاعلان الرسمي ولا لا، كنت اعرف ان في مفاوضات من فاركو من فيوتشر، سمعت ان هو راح فيوتشر يعني، فثلاث لعيبه تقال بصراحه الثلاثه تقال، لكن تعالى بقى بص معايا اتعاقدوا مع كام لاعب، كام لاعب طلائع الجيش تعاقد معاهم؟ حوالي 10 او 11 لاعب باسماء جيده جدا جدا وهتكون اضافه لفريق طلائع الجيش، بخلاف مين؟ بخلاف الجهاز الفني، كابتن عبد الحميد بسيوني اللي عامل شغل كويس جدا معاهم الموسم اللي فات يعني من اول ما مسك المسؤوليه وهو ماشي بشكل رائع. فبص الاسماء اللي جابها فريق طلائع الجيش عشان تعرف مدى قوه هذه المباراه ومدى اهميه ان الاهلي يكون مركز جدا واخد المباراه بمنتهى الجديه. طبعا الجديه هتكون موجوده، انت بتلعب على بطوله دي ما فيهاش هزار يعني، هو الاهلي حتى لو ماتش ودي بيلعب بجديه يعني، فما بالك كمان لما يكون فريق تقيل بعناصر تقيله. فطلائع الجيش جابوا مين؟ ميدو جابر من سيراميكا كليوباترا، لاعب الاهلي الاسبق ولاعب سيراميكا السابق، لاعب مميز جدا جدا، عنده جوانب فرديه رائعه، مهارات ممتازه، فاكيد اضافه لفريق طلائع الجيش. جابوا كازاجي كاسونجو، لاعب الوداد الاسبق ولاعب المصري اللي انتقل في فتره الانتقالات الحاليه من المصري للطلائع، فبالتالي عنصر تاني قوي جدا. جابوا مين كمان؟ جابوا محمد الصباحي من الاتحاد احد اللاعبين المميزين، محمد جابر من المصري، عبد الرحمن شيكا من الانتاج الحربي، التونسي محمد علي الجويني مدافع الصفاقسي ده جايبينه في صفقه انتقال حر لمده موسمين، تعاقدوا معاه لمده موسمين. كريم عمير ده من بوردو الفرنسي، لاعب مميز بيقولوا. رمزي مدحت لاعب دجله وده بالمناسبه كان بيلعب في الدوري اليوناني قبل ما يلعب مع دجله. محمد انور مدافع الاتحاد السكندري. احمد عفيفي لاعب الانتاج الحربي، وجابوا مهاجم نيجيري كمان مميز بيقولوا اسمه اكينادي، ده مهاجم مميز جدا، فبالتالي العدد كده ايه، ادي 2 4 6 8 10 11 لعيب. في المقابل يعني ابرز الاسماء اللي رحلت، الاسماء البارزه قوي الثلاثه اللي انا قلت لكم عليهم يعني، ده لو احمد سمير كمان مشي يعني المعلومه مش اكيد عندي، ف 11 لعيب اكيد هيكونوا اضافه كبيره جدا لطلائع الجيش وللكابتن عبد الحميد بسيوني، فمن هنا تعرف مدى قوة وصعوبة هذه المباراة. كنت بتكلم واحد من صحابي النهارده من الأهلاوية الجامدين قوي يعني، فيقول لي لا لا الماتش سهل إن شاء الله هنكسب الطلائع وهناخد لا طبعا الماتش مش سهل خالص خالص، ماتش صعب جدا 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 ولازم نكون مركزين فيه ومدين فريق طلائع الجيش حجمه واحترامه الكامل، لأنه فريق فعلا مميز سواء على المستوى التكتيكي أو المستوى الفردي بالنسبة للاعبين، فهي أكيد مباراة صعبة، إن شاء الله الأهلي يكون موفق في هذه المباراة ويكون استعد الاستعداد الأمثل لبطولة مهمة زي دي، مهمة قوي إن أنت تبتدي الموسم فايز بيها،
الجوانب المعنويه عندك، الدوافع كمان تزيد، كل هذه الامور قبل موسم مليء بالتحديات الصعبه جدا جدا في مختلف المنافسات سواء محليا او قاريا. فان شاء الله الاهلي يكون موفق في هذه المباراه. لسه عندي كلام كتير جدا وتفاصيل كتير بتتعلق بكواليس مباراه الغد، هتكلم فيها مع حضراتكم لاحقا في جزء لاحق من هذه الحلقه.